هادي ماشي فيها واحد النهار هكا ماشي فاش كنا داك واحد السليفا هنا فاش واش تيبان ما كيدخلش اليوم تعتاد الانطلاقه لبعض المشاريع اللي داخلين في المخطط الجماعي كمشروع واد الحوار ومشروع النجاح لكولي فيرت. هادو عباره عن محاور طويله تقريبا في 1 كيلومتر اللي غادي تجهز بملاعب القرب، العاب الاطفال، حدائق، ممرات ديال الدراجات، ممرات ديال الراجلين. فحنا الفكره اللي عندنا هو بغينا مثلا نزيدو مثلا الحي ليزاميكال مع حي طلبرش مع 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 وسط المدينه الى الشاطئ. فمثلا المحور ديال النجاح جاي من الطريق الوطني رقم 10 غادي يجي حتى لسيتامر في كاينين لي جاردان ديال الكره، كاين تما لو جاردان بلو زيدون. من لو جاردان بلو زيدون غادي يعطي الممر ديال المعارض لافوار، دابا اللي تصيب فيه الباركينغ سو تيغان. من تما غادي يخرج لايتسوس، من ايتسوس غادي يمشي للانبعاث حدائق منتزه الانبعاث، ومن منتزه الانبعاث غنمشي للشاطئ. يعني واحد المسافه تقريبا ديال 5 كيلومتر اللي الواحد يقدر يدير على رجليه، وهو غادي تتمشى في اون كولي فيرت، واحد ممر اخضر. بالنسبه للواد الحوار كذلك، واد الحوار فهو مشروع غادي يشد من تقريبا من الطريق الوطني رقم 10 اللي تنهيو دابا حتى المحطه الطرقيه. ومن المحطه الطرقيه الواحد يقدر يمشي مثلا عبر عبد الرحيم بوعبيد في الطريق ديال حافله الجوده العاليه الجوده، يمشي تقريبا حتى لابلاج. يعني اللي دير لنا حنا هو نليو لي كارتي بيناتهم، خصنا نديرو لا كونيكسيون ما بين لي كارتي، ونفتحوا للناس المجال باش يبداو يتمشوا على رجليهم بزاف، وكذلك باش يستعملوا الدراجات الهوائيه. كان مشروع اللي كنا فتحناه شحال هادي تمت زيارته هذا اليوم، وهو ديال بلفيدر. فهذا المشروع يمتد تقريبا على 3 هكتارات، وفيه تقريبا دي ديسونس فوغيسي كما شفتوا، انواع كثيره ديال الاشجار. وهذا منتزه حنا تنفتخروا به في مدينه اكادير، لان منتزه اللي جا قريب للشاطئ وتيمزج الخضره مع الزرقاء ديال المياه. شكرا.